معاكم مشاهدي قناه الاهلي، ومعايا في هذه اللحظات طبعا احمد حمودي احد نجوم النادي الاهلي. حمودي، برحب بيك وببارك لك فوز ببطوله مهمه جدا مع النادي الاهلي، بطوله الدوري، وايضا الاحتفاليه النهارده مهمه بالنسبه لكم بعد مجهود كبير على مدار الموسم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا كمان برحب بك امير، والحمد لله رب العالمين النهارده توجنا طبعا واستلمنا درع الدوري. طبعا في الاول ببارك لمجلس الاداره، طبعا ببارك طبعا للجهاز الفني اللي كان موجود وحقق البطوله دي، ابارك اللعيبه كان على قد المسؤوليه. طبعا في الاول طبعا اكيد بنبارك لجمهور النادي الاهلي اللي دايما متعطش للبطولات ودايما ما بيقفش عند بطوله معينه، فالحمد لله كانت بطوله صعبه والحمد لله حسمناها بدري الحمد لله. عايز اتكلم عن حمودي شويه، يعني على مدار الموسم يمكن كنت بتشارك فترات والاصابه ممكن كانت بتعطلك شويه، حظك يمكن كان سيء شويه. اكيد، وانت شفت الامور دي يا امير معايا، ان الواحد لما كان بيشارك وكان بيأدي وبيعمل اللي عليه، كان بيقابلني سوء توفيق وسوء حظ لما ببقى كويس وبفوق وبقف على رجليا وزي ما بنقول كده المكنه بتبتدي تشتغل، بلاقي نفسي اتعورت من تدخل، يعني حتى ما بتبقاش اصابات اللي هي عضليه، لا ده انت بتتصاب اصابات اللي هي حد دخل فيك، حد خبطك، بتبقى قضاء وقدر يعني. فالحمد لله رب العالمين، دي خلاص السنه عدت وبقفلها وفي سنه جديده اتمنى ان انا ان شاء الله احقق فيها كل اللي بتمناه ان شاء الله السنه دي. انت اكيد فرحان بالفوز بالبطوله، لكن حاسس ان انت زعلان شويه لسه ما قدمتش الكتير للنادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي بالتحديد من حمودي منتظر الكثير والكثير. اكيد يا امير، اكيد، يعني انا كان نفسي ان انا اقدم اكتر من كده. الواحد عنده الامكانيه ان هو يخدم النادي الاهلي، وانا افرق مع نفسي انا وابتدي ارجع تاني لفورمتي وابتدي حمودي تاني، هو حمودي يعني، ما يعني مش حد تاني هو اللي بيلعب، هو حمودي هو اللي بيلعب، بس نحتاج بس ان انا اقف على رجلي اكتر، ومحتاج ان انا الامور تبقى التوفيق يبقى معايا شويه، واتمنى ان انا طبعا اساهم مع زمايلي اللي هم كانوا رجاله على مدار الموسم اللي فات وقدروا يحسموا الدوري بدري. انت هتيجي تسالني ان انا ما قدمتش، لا فعلا يعني عندي اكتر من كده بكتير، وعندي ان انا اقدر افيد النادي الاهلي واقدر افيد نفسي. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان انا بشتغل على نفسي، وعندي هدف ان شاء الله ان انا اقدر احققه واقدر اشتغل عليه ان شاء الله بمساعده زمايلي. طبعا ان شاء الله كلنا نبقى على قلب راجل واحد ونعمل ان شاء الله الموسم ده موسم احسن من اللي فات ان شاء الله. بطوله افريقيا، واكيد بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، انت عارف الكلام ده، ويعني بدايه مش موفقه بالنسبه للفريق، لكن يمكن شايف ان شاء الله ان احنا قادرين نرجع في البطوله ونفوز بيها. هي بدايه مش موفقه فعلا، بس طبعا نتيجه طبعا لعوامل كتير، منها اصابات، منها سوء توفيق، لكن اللعيبه ما شاء الله يعني برضو عامله اللي عليها حتى في سوء التوفيق والاصابات اللي عندنا، اللعيبه اللي بتبقى موجوده بتادي وبتحاول تعمل اللي عليها، لكن البطوله لسه في الملعب. يعني احنا النادي الاهلي متعود دايما ان طموحه ما بيقفش ولا بيستسلم، لا لحد اخر نفس هو بيلعب. والسنه اللي فاتت لما صعدنا من مجموعات صعدنا في اخر ماتش في اخر مباراه، فلا احنا ان شاء الله عندنا التصميم والاراده ان شاء الله ان احنا ننافس على بطوله افريقيا، ولسه بطوله في الملعب، وكلنا عندنا الدافع ده من جوانا ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي، لان احنا عارفين جمهور النادي الاهلي بطوله افريقيا اهم حاجه بالنسبه له، وان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نصعد للدور اللي جاي ان شاء الله، ونقدر ناخد البطوله دي، لان مش بعيد عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما معروف ان تصميم واراده ورجوله يقدر يقعد مدى ممكن في البطوله. رساله اخيرا من احمد حمودي لجمهور النادي الاهلي. رساله للنادي الاهلي، طبعا احنا بنبارك لهم النهارده، لجمهور النادي الاهلي طبعا بنبارك لهم النهارده، وان شاء الله نوعدهم ان احنا نعمل اقصى جهد عندنا ان احنا نقدر نتاهل في بطوله افريقيا، وان شاء الله نقدر ان شاء الله نفرحهم السنه بالبطوله دي ان شاء الله. شكرا حمودي، بتوفيق. شكرا. ده كان لقائنا مع احمد حمودي، طبعا احد نجوم النادي الاهلي واللي ادى يمكن موسم جيد، ممكن الاصابات عطلته شويه، لكن ان شاء الله